لأن مواقف الإيمان تبقى لصاحبها على مر الزمان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع مواقف إيمانية، وما زلنا مع المواساة. تكلمنا في الحلقة من 3 أيام، الحلقة الأولى، عن المواساة، وتكلمنا عن الحديث اللي هو الحديث اللي بعتبره حديث أم أو الحديث الأم في مسألة المواساة، اللي هو قول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله أنفعهم، وأحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم، إلى آخر الحديث اللي احنا ذكرناه. واتكلمنا امبارح عن المواساة، اول امبارح عفوا، عن المواساة بالمال، لان امبارح كنت معتذر. ونكمل النهاردة ان شاء الله على الحلقة الثالثة او الجزء الثالث من مسألة المواساة. واحنا قلنا اصلا يا جماعة ان الامام ابن القيم قسم المواساة لست انواع، لو تفتكروا حضراتكم: مواساة بالمال، مواساة بالبدن والخدمة، مواساة بالجاه، مواساة بالنصيحة، مواساة بالدعاء والاستغفار، مواساة بالتوجع لأهل البلاء. فقلنا اتكلمنا الحلقة الماضية عن المواساة بالمال، والنهاردة نكمل بقى موضوع المواساة. موضوع جميل جدا وموضوع خطير، وموضوع بيألف قلوب الأمة، حبب الناس في بعضهم. دايما إخواني وأحبابي، الإنسان زي ما بيقولوا ما ينفعش يعيش لنفسه. ممكن تعيش لنفسك على فكرة، وهتعيش مرتاح جدا جدا، وتعيش عيشة حلوة قوي قوي فوق ما تتخيل، بس هتعيش صغير قوي وهتموت صغير قوي. وممكن تعيش وتبذل جهدك للناس. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند أحمد بسند صحيح، قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. طب ليه النبي قال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم؟ لأن كده كده هتتأذي. شوف النبي بيقول لك ايه، بيقول لك مش المؤمن الذي يخالط الناس فاذا اوذي صبر. قال لك لا لا لا، يقينا لازم تتاذي، ما دمت هتخالط الناس لازم هتتاذي، لكن ده افضل من ان انت تعيش لوحدك وتقفل على نفسك. عيش مع الناس واختلط بالناس، بس اختلط بايه؟ في الامور، في امور الطاعه، في امور الدعوه، لكن في المباحات على قد ما تقدر اعتزل، يعني ابعد. اختلاطك بالناس يكون في الأمر بمعروف، النهي عن المنكر، الصلاة الخمس، صلاة العيد، صلاة الجنازة، صلاة الجمعة، دروس العلم، الدعوة إلى الله، مثل هذه الأمور اختلط. إنما بقى فسح وقعدات وسمر وجلسات ووا، على قد ما تقدر اعتذر. ليه؟ لأن كل هذه الأمور بتجلب لك المشاكل والابتلاءات. ابعد على قد ما تقدر، وكثرة الاختلاط يجيب الأذى، وكثرة البعد أيضا يجيب الأذى. إنما الموضوع إيه؟ يعني اختلط بحساب، عامل زي الملح اللي بتحط على الأكل، حط بحساب. لو حطيت الملح كتير قوي مش هتاكل، ولو شلت الملح خالص مش هتستطعم الأكل. خليك كده في الوسط. وكذلك جعلناكم أمة وسطة لتكونوا شهداء على الناس. حبيبي، زي ما قلت لكم، الإنسان المفروض إن هو ما ينفعش يعيش لوحده، وما ينفعش يعيش لنفسه، فلازم نعيش ونتكامل، ولازم القوي يساعد الضعيف، ولازم الغني يساعد الفقير، ولازم العالم يساعد الجاهل، وهكذا حتى تتكامل قوى المجتمع. وفي النهاية احنا بنبني مجتمع إسلامي، ومصلحتنا ان تتكامل قوة المجتمع ده عشان نقدر نواجه أعدائنا. وديكم شايفين اللي بيعملوا هؤلاء اليهود الملاعين في قتل إخواننا المسلمين من أهل مصر. أديكم شفتوا إيه اللي حصل. طبعا يعني احنا بنناشد قوات المسلحة، وبنناشد كل الأجهزة الموجودة في مصر، وكل يعني أساسة الموجودين في مصر، بأن لازم يكون في رد فعل قوي جدا جدا لهؤلاء اليهود الملعين. والله أقسم لكم بالله، هؤلاء أجبن خلق الله، دول جبناء، ربنا قال كده، قال: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد. أنت بتحسبهم بيحبوا بعض؟ ده هما بيكرهوا بعض كره العمى، فاهم ازاي؟ بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. سبحان الملك، هم ضعفاء جدا وجبناء جدا. ولذا قال حبيبكم ما تصلى عليه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود في الشفاء، فاء التعقيب والسرعة، فيقتلهم المسلمون، فيجري اليهودي، هي وظيفته ان هو يجري على فكرة، فيجري اليهودي فيختبئ وراء الشجر ووراء الحجر، فينطق الله الشجر والحجر. لمين؟ مش للعرب، مش للديمقراطيين، لا، للمسلمين.
فينطق الله الشجر والحجر فيقول يا مسلم يا عبد الله. لما تحقق الإسلام وتعيش للإسلام وتعيش على عبودية الله هينادى عليك الشجر والحجر يا مسلم يا عبد الله، خلف يهودي تعالى فاقتله. إلا نوع واحد إلا شجر الغرقد فإنه من شجر اليهود. تخيل اليهود دولت مصدقين كلام النبي صلى الله عليه وسلم ومغرقين في أرض فلسطين شجر الغرقد عشان يستخبوا وراه لما يحصل إن المسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى يقتلوهم. الشاهد في الموضوع احنا عايزين خطوات عملية جدا جدا، مش عايزين إن احنا نسخن الناس ونقول يا لا لازم من بكرة حرب. الوضع في بلدنا انتوا شايفين عامل ازاي، لكن كل اللي عايز اقوله حاجة واحدة بس، ان لازم ومش هنتنازل بصراحة عن الموضوع ده، لازم السفير الاسرائيلي لازم يطرد، ما بقولش يخرج انا بقول يطرد، وكلام واضح يا جماعة، ما ينفعش يخرج معزز مكرم، لا 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 لا، ده انا بقول السفير الاسرائيلي لازم يطرد من مصر، ولازم يطرد على مرأة ومسمع من العالم، ولازم يتصور وهو مطرود، ولازم الناس تشوفه وهو خارج في خزي وذلة ويعني وهوان، لازم يتشاف كده. سبحان الله. أنا أذكر في التسعينات لما شعب أفغانستان استطاع أن هو يقهر الشعب الروسي اللي كان أو الجيش الروسي اللي كان بيظن أن هو القوة العالمية رقم واحد أو رقم اثنين بعد أمريكا، أذكر أن هؤلاء الحفاء البسطاء من أهل أفغانستان لما طردوا الجيش الروسي، فالجيش الروسي قال لهم طب هنطلع بس نطلع بالسلاح بتاعنا، قالوا ولا هتطلعوا بالسلاح بتاعكم، قالوا طب نطلع خد بالك بقى بس ما حدش يأذينا، قالوا هتخرجوا وهتتأذوا، طب نطلع من غير ما نتضرب، قال هتخرجوا وانتوا بتتضربوا، خد بالك شوف لان يعني سبحان الله ده مليون شهيد في افغانستان بسبب الحرب اللي كانت بين افغانستان وبين روسيا. فعايزين بعد ده كله تطلعوا معززين مكرمين؟ يهود النهاردة قتلوا إخواننا المصريين غدرا، عايزين نطلعهم نطلع سفيرهم معزز مكرم؟ لا طبعا، أمر سمحوني يعني وإن كنت أنا لا أميل إلى العنف، لكن مع اليهود سمحوني أنا ما أستطيع أن أنا أتمالك نفسي في أن كلنا بنكره اليهود وكلنا بنتقرب إلى الله بكره هؤلاء اليهود. أنا عايز أقول أن محتاجين نخرج أو نطرد السفير الإسرائيلي من مصر يعني بكل ذلة وهوان، ونجيب السفير بتاعنا نستدعيه السفير المصري اللي موجود في اسرائيل يجي. انا يعني سامحوني يا جماعه معلش يعني اصل الموضوع ده مش محتاج يعني انتوا عارفين يعني موضع يعني السيف في موضع العصا او موضع العصا في موضع السيف مضر كموضع السيف في موضع العصا، يعني في امور محتاجه شده وفي امور محتاجه لين، في مجال الدعوه محتاجين اللين، اما في مجال الحرب ومجال القوه ما ينفعش. يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. مش قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم عمره ما كان غليظ، عمره ما كان شديد صلى الله عليه وسلم، والحديث بتاع الحديث البخاري ومسلم حينما النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يعلم بعض نساء المسلمين وفجأة سمعوا صوت عمر بن الخطاب بينادي من بره فابتدرنا الحجاب. ايه ابتدرنا الحجاب؟ هم كانوا قاعدين متبرجات؟ لا، هم كانوا قاعدين مع النبي عليه السلام ولابسين حجابهم لكن اول ما سمعوا صوت عمر بن الخطاب ابتدرنا الحجاب، يعني اختبأنا وراء ستارة او جدار، دي بيسموها بيسموها ايه يعني ابتدرنا الحجاب، فاستخب وراء ستارة او وراء جدار لما جاء عمر. فلما دخل سيدنا عمر الخطاب دخل على حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم فلقى بيضحك، فقال ما الذي يضحكك يا رسول الله؟ أضحك الله سنك. قال هؤلاء النسوة شو بدي كنا يتحدثن معي عالية أصواتهن فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب خافوا منك. فعمر الخطاب قال أي عدوات أنفسهن أتهبنني بتخافوا مني ولا تهبن رسول الله؟ فوالله لرسول الله أحق أن تهبن، يعني لو أنتوا بتخافوا المفروض تخافوا من النبي مش مني أنا. فقامت امرأة منهن قالت أجل نهاب منك لأنك أفظ وأغلظ من رسول الله. أفظ وأغلظ ده أفعل تفضيل، معناها أن الرسول صلى الله عليه وسلم فظ وغليظ وأنت أفظ. طبعا لا، الكلام مش مظبوط، لأن علماء اللغة العربية قالوا هنا أفعل التفضيل ليس على بابي، يعني هنا القاعدة دي بنقول لا متوقفة ما ينفعش نعمل بها، أفعل التفضيل ليس على بابي. دي عاملة زي إيه؟ عاملة زي سيدنا يوسف عليه السلام لما النسوة دعونه للفاحشة
فعلى طول في ساعتها قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إلي، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. هل ده معناه أن الفعل الفاحشة كان محببا لقلب يوسف عليه السلام والسجن أحب؟ ما هو ده لفظ الكلام. قال لك لا، برضو أفعل التفضيل ليس على بابي. وضحت يا جماعة؟ يبقى أفعل التفضيل هنا ليس على بابي، ده مش معناه أن الفاحشة محببة والسجن أحب، لا، الفاحشة مكروهة والسجن إيه؟ أحب من فعل هذا الشيء المحرم. الفاحشة محرمة والسجن إيه؟ أحب إلى سيدنا يوسف من أنه يقع في الفاحشة، لكن جاء اللفظ هكذا، السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. يبقى إذن النبي صلى الله عليه وسلم كان رحيما، ربنا قال له ولو كنت أنا ما حصلش، خد بالك يعني دي الآية دي توضح لك المسألة أكثر. زي ما بقول لك إيه، لو كنت جتني مبارح كنت اتغديت معايا. طب انا بتكلم عن امتى؟ عن امبارح، خلاص امبارح ده عدى، واخد بالك؟ فبقول لك لو كنت جيت كنت اديتك مثلا 5000 جنيه امبارح، طب ما جيتش يبقى خلاص ما خدتش ال 5000 جنيه ولا هتاخدها. فكلمه لو كنت بتفيد الاستحاله، يعني مش ما حصلش ومش هيحصل. فربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ بيقول لك، بيقول ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك. فاهم ازاي؟ فمعناها ايه؟ معناها النبي عمره ما كان فظ، عمره ما كان غليظ، ورغم ذلك في مجال الجهاد ومجال مجاهده الاعداء ربنا بيقول له ايه؟ يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين. هو في النحو في اللحظه دي ما ينفعش تكون رقيق القلب ورحيم، لا لا مش هينفع، مش ده مش موضعه، مش مكانه. فاهم ازاي؟ امتى تكون رحيم مع الاعداء؟ لو كنت بتدعوهم الى الله. شوف قد ايه؟ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. يبقى انت وانت بتدعو حتى الكفار خليك رحيم، رقيق، مبتسم، معاملتك جميلة، ممكن تديهم هدية كمان تتألف قلوبهم، ممكن تتعامل معهم معاملة حسنة عشان بل يزداد المعاملة حسنا حينما تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. إنما لو وصل الأمر إنهم لن يقبلوا دعوة ولن يقبلوا جزية ولن يقبلوا الدين، خلاص هيبقى فيه جهاد. يبقى في الوقت ده جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فهؤلاء اليهود وهؤلاء أسوأ الناس وأبعد الناس عن الدين، هي دي المسألة. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. واخد بالك؟ سبحان الله، ده اللي خلقهم سبحانه وتعالى وهو أعلم بنفسية هؤلاء الخبثاء. فربنا بيقول أسوأ ناس وأكثر ناس بيعدوكم يا مسلمين اليهود والمشركين، واقرب ناس لينا ممكن يقبلوا الحق بفضل الله هم النصارى. خد بالك، لذلك قال بعدها ولا تجدن اقربهم موده الذين امنوا ايه؟ الذين قالوا انا نصارى، بس ما تقفش. ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول قالوا ايه؟ سبحان الله، على طول بيقبلوا الحق بقى. خد بالك، يعني ايه؟ ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين الى اخر الايات. يبقى اذا النصارى أقرب إلينا طبعا من اليهود، وهم أقرب إلى قبول الحق عن اليهود، واليهود لا يسلموا بسهولة، إنما النصارى ممكن يسلموا بسهولة والحمد لله، يعني بما يوازي كل 27 ثانية في نصراني على وجه الأرض بيدخل في دين الله سبحانه وتعالى. لكن اليهود صعب أوي أوي أوي، في منهم من يسلم، ولكن زي بيقولوا كده يعني النذر قليل كالكبريت الأحمر. واضح؟ فهؤلاء اليهود محتاجين رد قوي جدا، زي ما قلت لحضراتكم سحب السفير بتاعنا وطرد السفير بتاعهم. وانا عايز اقول حاجه ثالثه اخيره، سامحوني، يعني هو احنا لحد الان ما بننشرش جيشنا في ارض سيناء ليه؟ قول لي، عشان معاهده كامب ديفيد. ومن امتى يا جماعه اليهود بيلتزموا بعهد او ميثاق؟ معلش يعني سامحوني، يعني انا ما بقولش نقض عهود وبتاع، بس هم اصلا ما بعمرهم ما التزموا بعهد واحد ولا عهد ولا ميثاق، وكان يجي لهم الاعتراضات من الأمم المتحدة اللي شغالة لحسابهم ليل ونار. فاهم ازاي؟ ومن مجلس الأمن اللي شغال لحسابهم ليل ونار، ورغم ذلك كانوا يضربوا بهذه القرارات عرض الحائط ويقطعوها ويرموها في المزبلة. خد بالك، وشوف اللي عملوه في إخواننا في غزة من سنتين، شوف يعني أمور سامحني مش محتاج ان احنا نتكلم. شفتوا كم الشهداء اللي سقطوا وكم الجرحى وكم الأطفال اللي لحد النهاردة محتاجين يتعالجوا نفسيا من اللي شافوه. أطفال اتدمرت نفسيتهم، يعني أسر كاملة يا جماعة لو تتذكروا، ونرجع بالذاكرة عشان بس ما يصعبش عليكم، الناس دول ما يصعبوش على حد أبدا. لو ترجعوا بالذاكرة أسر كاملة كانت بتباد، سبحان الله.
يعني أسرة بال14 وال15 فرد كانوا يقتلوا جميعا ولا يتبقى إلا طفل صغير. تخيل طفل صغير بقى لما ينشأ يطلع على أمه وأبوه وأعمامه وأخواله وأولاده وأخواته كلهم اتقتلوا وما بقي إلا هو. أنا مش متخيل ده يا جماعة هيكمل حياته إزاي، ده يكمل حياته إزاي، مسألة صعبة جدا جدا. فعايز أقول ننشر قوات الجيش المصري إن شاء الله في أرض سيناء، وإذا حد اعترض على أن ده يتعارض مع معاهدة كامب ديفيد نقول لهم اليهود لم يلتزموا بأي معاهدة ولا بأي قانون على وجه الأرض. ده المسألة اللي يعني لازم لابد أن يرد بها على هؤلاء جميعا، وبنقول لهم بكل صراحة وبكل وضوح إحنا يعني وإن كنا لا نتمنى الآن أن مصر تدخل في حرب في الظروف الحالية، لكن بفضل الله سبحانه وتعالى مصر يعني أقوى من أن ناس زي دولة يهددوها. الحمد لله رب العالمين مصر فوق هؤلاء جميعا، ومصر بشبابها الأفاضل إن شاء الله قادرين على أنهم إن شاء الله يخوضوا أي حرب قدام أي أمة كافرة إن شاء الله، والنصر إن شاء الله للمسلمين والأهل مصر إن شاء الله. ربنا يا رب يحفظ مصر ويجعلها آمنة مستقرة. دي كانت بس خاطرة حبيت أبدأ بها درس الليلة دي. تعالوا نكمل موضوع المواساة. قلنا المواساة بالمال، عايزين قلوبنا تكون مليانة حب وخير لكل الناس اللي حوالينا. مواساة بالمال اتكلمنا عنها في حلقة كاملة، وكانت حلقة أتمنى إن شاء الله أن تكون لها أثر جميل جدا في نفوس الناس، ويعني جات لي رسائل جميلة ومطمئنة، والحمد لله ربنا يبارك في المسلمين. يعني الحمد لله بلدنا بخير والناس جواها خير كبير جدا جدا، وأتمنى إن شاء الله نحن نفعل موضوع العشوائيات، إن كل أسرة مصرية ربنا موسع عليها ما فيش أسهل ولا أيسر من إن احنا ننقل أسرة من العشوائيات ديت لأقرب مكان عايشين فيه. أنا مش هنقل واحد من العشوائيات هجيب له شقة في المهندسين، عشان ما تقولش إن أنا بكلفك فوق طاقتك، لا، ده أنا بقول لك هتنقل واحد أسرة من هم عايشين في عشة في عشوائيات لشقة بسيطة، أوضة وصالة أو أوضتين وصالة بحمام بمطبخ بشباك بلكونة في أي مكان قريب منهم، يكون حتى منطقة شعبية يعيشوا فيها، بس مجرد إن هم يحسوا إن هم عايشين عيشة آدمية، في مية ونور ومجاري، في شوية هواء يشوفوهم، الشمس داخلة عليهم لأول مرة في حياتهم، يعني برضو من حقهم. والأمر لن يكلفك إلا القليل والله العظيم. شقة إيجارها كام؟ 400 جنيه، 500 جنيه يا سيدي، بتدفع شهر إيجار وشهرين تأمين، يعني 1500 جنيه، وكل شهر بتدفع للأسرة ديت 500 جنيه عشان يدفعوا الإيجار. وهم بقى إن شاء الله ما دام الإيجار بيدفع الحمد لله رب العالمين، أو بيقدروا يشتغلوا ياكلوا عيش وأمر الأكل أمر بسيط جدا جدا، يقدر حتى أهل الحي هناك يتكفلوا بالأسر الفقيرة ديت. ولن تعدم مصر أن تجد أناسا بفضل الله في قمة الطيبة اللي في الدنيا وقمة الخير، والحمد لله مصر بخير. و عايز اعمل لكم برنامج بعد العيد ان شاء الله مباشره، اسمه الله عليك يا مصر. فعلا الله عليك يا مصر، بنشوف المصريين في وقت الشده رجاله بجد، رجاله الحمد لله رب العالمين واهل خير، ولما بيلاقوا حد بيقع بتشوف الدنيا كلها واقفه جنبه، ربنا يتقبل يا رب العالمين. المواساه الثانيه مواساه بالجاه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث رواه البخاري ومسلم: اشفعوا تؤجروا. الله، كلمه سبحانك يا ربي. في احاديث للنبي عليه السلام، عايز اديكوا درس كده اسمه كلمتين وبس، مش بتاعت فؤاد المهندس الله يرحمه، لا، هي فعلا كلمتين وبس. ومش بشبه كلام فلان بكلام النبي عليه السلام، لا طبعا ما بشبهش كلام حد بكلام النبي عليه السلام، لكن عايز اقول ان النبي كان ليه احاديث عجيبه قوي وجميله قوي. كلمتين وبس، كلمه بتمثل العمل وكلمه بتمثل الثمره. زي ايه؟ زي تهادوا تحبوا، قدم الهديه تلاقي الحب، اشفعوا تؤجروا، اشفع لإنسان تؤجر في ساعتها. واحد جالك عايز يشتغل، طبعا الكلام ده يا جماعة برضه عشان نخلينا واقعيين، خصوصا الدعاء بالذات، يعني مش هيجي كل يوم واحد لداعية يقول له شغلني. هو الداعية ده مش القوة العاملة ولا التأمينات الاجتماعية، يعني ايه؟ يعني هو لو ليه علاقة بحد بيتوسط، ملوش علاقة مش عارف يتوسط. وبعدين لما بيتوسط لحد، سامحوني، لازم يكون عارفه. هو انا النهارده كرجل داعيه مثلا لو جاني واحد بيقول لي شغلني، فقمت متصل بواحد جايب لك واحد يشتغل عندك في الشركه الفلانيه، اشتغل عنده سامحوني طلع حرام، يجي يرجع للشيخ يقول له كده تاذيني الاذيه ديت، تجيب له واحد يشتغل عندي يطلع حرامي، دي صعبه. انما مين اللي هيشفع؟ واحد يكون عارف حضرتك، يعني معنى ايه؟ واحد شغال او عايش في المكان الفلاني،
تمام كده؟ فرايح لواحد جاره في نفس المكان، عارفه، عارف أخلاقه، عارف معاملاته، عارف سلوكياته، عارف إنه إنسان محترم بس مش لاقي شغل. فبيقول له يا فلان ربنا يبارك في عمرك، ممكن يعني لو ظهر قدامك شغلانة أو حد عايز مثلا سواء حد عايز مش عارف إيه، ممكن تشغلني؟ في الوقت ده لازم يشفع، لأن أولا عارفه، ثانيا جاره، ثالثا هو بفضل الله سبحانه وتعالى علاقاته حلوة، فممكن يرفع سماعة التليفون، السلام عليكم يا فلان، والله عندي واحد ممكن يشتغل سواء، أو ممكن كمان بالإضافة لسواء ممكن يشتغل بيع في محل، لو عندك شغلانة من الشغلانتين دول هو ممكن يشتغل، وده على ضمانتي لأنه جاري في البيت اللي قدامي أو في البيت اللي جنبي. في الوقت ده الشفاعة مقبولة، لأن يوم ما يحصل حاجة ده في وشه، خد بالك، ويقدر يكلمه ويعاتبه. انما انت لما تروح لواحد مثلا وتقول له شغلني، هو ما يعرفكش، شغلك في مكان الفلاني، سامحني يعني سودت وشه قدام الناس، هو في الوقت ده لما يرجعوا عليه يقول لهم ايه؟ طب انت جبته لنا ليه؟ انت تعرفه؟ لا ما اعرفوش. طب جبته لنا ليه؟ فبتبقى مشاكل. عايزين نقول ان الشفاعه هنا بتكون يعني الاقربون اولى بالمعروف، ونقدر ننسقها وننظمها بشكل محترم جدا وجميل جدا. انا اعرف واحد مثلا جاري ما بيشتغلش، واعرف جار تاني ليه مثلا رجل غني وربنا موسع عليه وعنده فرصه انه يشغل حد، او انا موصل ده بده، اشفعه تؤجره. خدت بالك؟ بكلمه منك مش هتخسر حاجه، انت ما بتبذلش فيها جهد، ده انت بترفع سماعه التليفون، السلام عليكم يا فلان، عندي ليك فلان. او هو، ودي حصلت مره مع بعض الناس المحترمين، ان واحد صديق للاخ دوت قال له انا عندي شركه فاتحها جديده، تمام، ومحتاج فيها حوالي اكتر من 100 عامل، فلو عندك حد من الناس اللي انت بتثق فيهم تقدر تحب تشغله عندي، فانا تحت امرك واشغله لك. في الوقت ده بيبقى جميل جدا، هو لو يعرف بقى 100 واحد من جيرانه مش شغالين، ياخد شباب منطقته، فاهم ازاي، ويروح مشغلهم، بحيث لو حصل حاجة يقدر التاني ده لما يقول له يقول له دول شباب منطقة ده اقدر ارجع لهم، لو حد غرد دي عندي انا. واضح كده؟ يبقى المواساة التانية مواساة بالجاه، خصوصا لما تكون انت بقى صاحب منصب، بقى راجل مدير عام او وكيل وزارة او وزير او رئيس وزراء او اي حاجة، وتعرف ناس من اهل منطقتك والاقربون اولى بالمعروف. يعجبني قوي 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 لما يكون واحد مسؤول وصل لمنصب معين، واخد بالك، ويقدم خدمات لكل المنطقة اللي هو مسؤول عنها، ولكن يخص المنطقة اللي هو كان عايش فيها. ليه؟ عارف ليه خصها؟ مش بلغة المصريين مش كوسة يعني، لا الموضوع مش كده، الموضوع ان هو لما بيكون عايش في منطقة معينة وبعدين لما يوصل لمنصب معين فيخدم أهل منطقة تانية، وما يخدمش منطقته ظنا منه أنه لو قدم أي خدمة لمنطقته الناس هتظن أنه هو بيعمل كده عشان دي منطقته، لا يبقى غلطان، لأن هم بيتعشموا فيه، بيقولوا الحمد لله ده ابن حتتنا وحبيبنا وهيخدمنا ويعمل ويسوى، خصوصا لو كان مسؤول يقدر يخدم بجد، واخد بالك. ففي الوقت دوت بيكرمهم برضو، علشان في النهاية يقولوا الحمد لله رب العالمين، عمره ما نسي أهل حتته وناسه وكده يعني. يبقى تاني حاجة المواساة بالجاه. الحاجة الثالثة مواساة بالبدن والخدمة. شوف الشرع سبحانك يا ربي، تقدر تخدم بفلوسك اخدم وربنا هيكرمك. واحنا قلنا الحديث، حديث النبي عليه الصلاة والسلام بيقسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قل ما كان يقسم، وهو مش محتاج يقسم لأنه هو الصادق الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. فبيقول ثلاث أقسم عليهن ما نقص مال من صدقة، والله العظيم اطمن وما تخافش. وأنا قلت لك في المقابل الحديث المرعب اللي بوضح لك فيه إن لو ربنا رزقك مثلا براتب شهري، الراتب ده مثلا قد إيه؟ 5000 جنيه، 10000 جنيه، ده ممكن ما يكونش رزقك، خد بالك، يعني ممكن ما يكونش ده هو ده الرزق بتاع حضرتك، ممكن يكون الرزق بتاع حضرتك 4000 جنيه، ربنا سبحانه وتعالى وسع عليك وخلى رزقك 5000 جنيه علشان الألف زيادة دي تكرم بها الفقراء واليتامى والمساكين اللي حواليك. طيب انت بخلت خلاص يسحب منك ده خلاص. يقول صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، قال صلى الله عليه وسلم إن لله أقواما يختصهم بالنعم، خد بالك، لمنافع العباد مش لنفسه هو، مش لمصلحته. إن لله أقواما يختصهم بالنعم، والنعم هنا مش فلوس بس، ممكن يختصك بمنصب، خدمت الناس، لا ما خدمتهمش، أنا ببص لنفسي وبس ومصلحتي وبس، خلاص المنصب ده يتزال على طول في ساعتها. إداك فلوس زيادة، خدمت الناس أكرمتهم، لا ما أكرمتهمش، خلاص الفلوس دي تسحب وتروح لغيرك. سبحان الله، إن لله أقواما يختصهم بالنعم لمنافع العباد ويقرها فيهم
ما بذلوها، طول ما هم بيبذلوها ربنا بيقر فيهم النعم ديت ويخليها ويثبتها عندهم. فإذا منعوها سبحانك يا رب، شوف ما قالش إيه، ما قالش أخذها منهم، أخذها دي يعني أخذها برفق، إنما نزعها. والنزع هنا بيكون مؤلم جدا، زي سبحانك يا رب، زي وتنزع الملك ممن تشاء. وشفت انت الفترة اللي فاتت كيف كان نزع الملك، نزع الملك بيبقى مؤلم جدا ويعني حاجة صعبة جدا. قال لك ايه، فإذا منعوها نزعها منهم فحولها إلى غيرهم، حول النعم ديت لناس تانية هم بقى ايه ينفعوا بها ايه الفقراء واليتامى. طيب ما عندكش فلوس يا سيدي، واسي الناس بالخدمة، خدت بالك، بالجاه بمنصبك كده وبتلفون بتخدم فلان وبتخدم فلان. وسبحان الله يا ناس بتلفونات يا جماعة، بتلفون بس بيفرج هموم ناس كتيرة جدا. يعني يا ما كنت مثلا يبقى واحد يبقى قاعد مع حد وتلاقي واحد مثلا في ضائقة أو مشكلة أو عنده حاجة معينة، واخد بالك، بالتلفون، السلام عليكم فلان، فلان ده عندك، آه والله ده يخصني، واخد بالك، والراجل يعني محترم وما عملش حاجة، واو لو سمحت يعني إيه مفيش داعي لأذيته، ويخدمه. فاهم إزاي؟ آه سبحان الله، واحد يكون عنده منصب، منصب وعرف إن في واحد اتظلم، ما دمت عارف إن هو مظلوم، إنما لو كنت عارف إنه ظالم وبتدافع عنه يبقى أنت الشريك ليه في الظلم. أنا أتكلم عن المظلوم، واحد مظلوم وإنت صاحب منصب وتقدر ترفع الظلم عنه، يا بختك يا بختك يا اللي بترفع الظلم عن المظلومين، يا سعدك يا هناك. اللي يرفع الظلم عن حد في الدنيا ربنا يرفع عنه الظلم في الدنيا وفي الآخرة بفضل ربنا سبحانه وتعالى. شوف رحمة ربنا قد إيه، ورحمتي وسعت كل شيء. يبقى مواساة بالجاه. الحاجة الثالثة مواساة بالبدن والخدمة. وإنت ماشي في الشارع كده فلقيت واحد راجل كبير في السن عجوز شايل شنطة ومش قادر وعرقان وتعبان ومش قادر، فبتقول له السلام عليكم، ازي حضرتك يا عم، تسمح لي أشيل عن حضرتك ووصلك؟ الله يكرمك يا ابن، ربنا يبارك في عمرك، ربنا يديك الصحة، ربنا يسترها معك. أتسمع شوية دعوات من اللي قلبك يحبها، شيل له الشنطة ووصلها له. قول لي وأنا شغال خدام عنده؟ لا مش خدام، مش خدام، ده الصحابة كانوا بيعملوا كده. ده سيدنا سلمان الفارسي يوم ما كان أمير على المدائن، أمير يعني ده محافظ يا جماعة، محافظ على مدينة كاملة. فاهم ازاي؟ كان أمير على المدائن، وهو ماشي في واحد شافه ما عرفوش، ما عرفش ده سلمان الفارسي أمير المدائن، فكان جايب شوية أظن حطب حاجة زي كده، يعني حاجة كده تقيلة يعني. فقال له يا فلان، يعني بيناديه له يعني فاهم ازاي؟ أم قال له خير؟ قال له لو سمحت شيل ديت بالأجرة، بيحسبه يعني واحد فقير، فقال له شيلها لي، فقال له حاضر، فشلوا الحطب على ايه؟ على كتافه وماشي بيه. فهو ماشي عدوا على ناس فقالوا له سبحان الله، ألا تعلم من هذا؟ هذا أمير المدائن سلمان الفارسي. قال له والله ما عرفتك، أنا آسف، بيعتذر له. قال له لا والله، حتى أوصلك إلى بيتك، أوصلك لحد البيت وأنزل لك الحاجة وامشي. ده مين؟ ده أمير المدائن. تخيل كده وانت ماشي كده لقيت محافظ مثلا في البلد اللي انت عايش فيها فانت ما تعرفوش، فبتقول له لو سمحت ممكن تشيل لي ديت بالاجر؟ قال لك حاضر، وراح شايلها لك ومش هياخد منك اجر. فهو ماشي قال لك يا خبر ابيض، انت مش عارف ده مين ده المحافظ؟ قلت انا اسف والله العظيم ما اعرف اللي حيك المحافظ. قال لك ما تشغلش بالك، انا مش هاخد منك اجر ولا اي حاجه، بس لو سمحت سيبني اوصلك لحد بيتك. وخد بالك حضرتك، متخيل موقف زي ده ممكن تنساه؟ مش ممكن يتنسي. انا ما بقولكش بقى شيل وانت محافظ، واخد بالك، انا بقول ساعد ساعد. واحده ست كبيره زي امهاتنا راجعه من السوق وشايله شنطتين ومش قادره، واولادها سايبينها تروح وتجيب يعني، ومش بيساعدوها، فانت تساعدها. امي بعد اذنك اطلع لك الحاجه لحد باب الشقه وانزل على طول، ربنا يخليك يا ابني، ربنا يستر عليك. هتسمع شويه دعوات زي الفل ما شاء الله. لقيت واحد راجل جاي يركب العربيه بتاعته، يعني مش قادر يعني يرفع رجليه، قمت ماسكه كده ورفعت له رجليه وركبت العربيه بتاعته ورحت اقفل له الباب، ولو العربيه مثلا ماركه اللي يحب النبي يسوق، رحت انت زقتين ثلاثه كده لحد ما مشيت له العربيه. يا سلام على الاجر اللي ممكن تفوز بيه والدعوات الحلوه اللي ممكن تاخدها. واحد اعمى ماشي ومش شايف الطريق، خدته من ايده ووصلته الطريق، دي مواساة بالبدن والخدمة. واخد بالك زي ايه يا جماعة؟ زي سيدنا عمر الخطاب لما
كان بيروح لامرأة عجوز عمياء عند أطراف المدينة، كان بيخش البيت يكنس لها البيت ويحضر لها المية ويحط لها الأكل ويظبط لها الدنيا كلها ويمشي. فعمل كده مرة أو مرتين، بعد كده بقى يروح لها يلاقي البيت مترتب ومتظبط والأرض مكنوسة والمية محطوطة والأكل محطوط، يلاقي مين اللي بيعمل لي كده؟ تقول له رجل يأتيني كل يوم. مين هو؟ معرفوش. فسيد عمر الخطاب راح مستخبي له، يعرف مين اللي سبقه في الخير ده؟ لقى مين؟ أبو بكر الصديق. فبكى وقال: والله لا أسابقك إلى خير أبدا يا أبا بكر. خدت بالك؟ مسابقة إلى الخير. ده كان خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وده كان النائب بتاعه، ورغم ذلك الاتنين بيتسابقوا في خدمة امرأة عجوز عمياء. هتقدم لهم إيه؟ هل يعني ممكن يكونوا بيعملوا كده بيقدموا السبتة الشهرية لحد؟ دي ما عندهاش أي مصلحة دنيوية تقدمها لهم، لكن هم يبتغوا الأجر من الله سبحانه وتعالى. وأنتوا عارفين طبعا قصة سيدنا عمر الخطاب مع اليتامى، مع الأولاد اليتامى اللي كانت أمهم عمالة بتحط لهم شوية حصى كده وشوية مية على القدر وعمالة مولعة الحطب وعمالة بتغلي المية ظنا منها إن هي ممكن بكده توهمهم إن في أكل عشان يناموا، ويعدي على عمر الخطاب. وانتم عارفين القصة بقى الأخيرة لما قالت له يعني: الله بيننا وبين عمر. قال: وما يدري عمر؟ قالت: سبحان الله، يتولى أمرنا ثم ينسانا، ويروح بيت مال المسلمين ويشيل ما شاء الله شوال دقيق وسكر وبتاعت سمن، والغلام بتاعه أسلم يقول له: يا أمير المؤمنين، أحمل عنك أم عليك؟ يقول له: احمل علي، فكلتك أمك، أأنت تحمل عني أوزار يوم القيامة؟ ويروح لحد عندها ويحط لها الدقيق في الطاسة ديت ولا في البتاع، ويحط لها السمنة ويحط لها السكر، وهي تقلب وينفخ لها في النار لحد ما الدخان بقى يطلع من لحيته. سبحان الله، ولم يمشي لحد ما الأولاد قاموا من النوم وأكلوا وضحكوا وقعدوا يلعبوا، فقال: جئت وهم يبكون، فأردت أن أمشي وهم يضحكون. ثم قال لها: يا أمة الله، إذا كان في اليوم التالي ائتني عند أمير المؤمنين فستجديني عند أمير المؤمنين. راحت هناك لقيته هو أمير المؤمنين فخافت، قال: لا عليك يا امرأة. ثم فرض لها يعني مبلغا كبيرا من بيت مال المسلمين حتى تستطيع أن تعيش هي والأيتام الذين معها. حاجة عجيبة جدا، مواساة بالبدن والخدمة، أن أنت تروح تخدم الناس وتكرمهم. أحيانا زمان واحنا صغيرين مثلا في ابتدائي واعدادي وثانوي، اما كنا رايحين باي مشوار وكانت عاده في الواحد، سبحانك يا رب، يعني ربنا يا رب يكرم الشباب المسلمين اللي عندهم ذوقيات عاليه. كنا مثلا واحد يبقى راكب الاتوبيس مثلا او راكب ميكروباص ويلاقي واحد كبير، او راكب المترو بتاع حلوان ده ويلاقي واحد مثلا كبير في السن او امراه كبيره في السن طلعت، بمجرد والله كان الواحد يقعد يرقبهم. والله كنا مثلا نركب المترو فاضي مثلا رايق، او يركب الاتوبيس رايق ما فيش مشكله، فاول ما يجي بقى الزحام بقى في محطه معينه كده، واخد بالك، يطلع عدد كبير من الناس، الواحد يرقب اي واحد كبير في السن او امراه كبيره في السن: تعالى يا حاج اتفضل اقعد. يا ابني خليك ازاي اقعد وانت حضرتك واقف؟ اتفضل. فهو يقعد من هنا، وسبحان الله طول السكه بقى ساعه ولا نص ساعه تسمع دعوات: ربنا يكرمك يا ابني، ربنا يوفقك، ربنا يكتر من امثالك، ربنا ما يحوجك لحد يا ابني، ربنا يسترها عليك ويكفيك شر المرض يا ابني. سبحان الله، والله كل واحد يسمع دعوات، حاجه يا جماعه محتاجينها بجد يعني. واحنا الحمد لله مجتمعنا المصري مجتمع جميل جدا جدا، ومجتمع المجتمع الاسلامي كله جميل، لكن انا اتكلم عما اراه في بلدي. مجتمع جميل، مجتمع ناس اهل نخوه وشهامه، لما يشوفوا حد كبير في السن لازم يقوموا ويقعدوا. انا بزعل جدا لما اكون مثلا الاقي شاب كده، فاهم ازاي، يبقى قاعد مثلا في مكان عام، واخد بالك، او في على محطه اتوبيس كده، وتلاقي واحد جنبه كبير في السن واقف في عيني مش قادر وساند على العكاز، وده قاعد مثلا ماسك الموبايل عمال يلعب بيه. سبحان الله، انت قاعد بتلعب على الموبايل وراجل واقف جنبك هيموت وهيقع من طوله، قوم وقعده، قوم وقعده، لان ممكن يجي عليك يوم من الايام تحتاج لحد يقوم ويقعدك. فمزاي وكما تدين تدان والجزاء من جنس العمل. اللي بتعمله النهارده من خير، انت ما بتعملش كده عشان تنتظر ان حد يعمل معاك خير، انت بتعمل خير وبرضه مش هترمي البحر، بتعمل خير وتحتسبه عند الله سبحانه وتعالى. لكن دي بس ايه، شويه لمسات كده جميله اعملها وربنا هيكرمك. ضمن الحاجات الجميله جدا في المواساه بالبدن والخدمه، اقرب الاقربين هم اولى الناس بك، يعني الاقربون اولى بالمعروف. احيانا يا بنات ويا شباب، احيانا مثلا أم حضرتك أو أم حضرتك تعبت وبتتعب، والأمهات بيتعبوا تعب جامد جدا. وسبحانك يا ربي، أنا أتذكر والله العظيم وأقسم لكم بالله،
أنا أتذكر وأنا لسه طفل صغير في ابتدائي، كنت مثلا أشوف أمي الله يرحمها رحمة واسعة، مثلا ما شاء الله أمي كانت حنينة، كانت يعني كمية الحنية اللي فيها بجد والله العظيم ما تتوصف، فعلا ما تتوصفش. أمي دي شبعتنا، شبعتنا حنان الله يرحمها رحمة واسعة. فكنت أحيانا أجدها مثلا بتمسح البيت أو بتغسل، أو وطبعا زمان ما كانش فيه الإمكانيات، دلوقتي بقى كانوا بيغسلوا على أيديهم، وكانوا يعني المسح ده ما كانش فيه بقى مساحات بقى كده بدراع ومش عارف إيه، لا كان بممسحة ومش عارف إيه. وكنت أجدها مثلا تعبانة جدا وهي بتعمل، وغصب عنها بتعمل، لأنها في النهاية برضو بتنظف بيتها عشان ولادها وعشان يعيشوا عيشة كويسة ويقعدوا في مكان نظيف و فكنت أحلف عليها وأنا لسه طفل في ابتدائي، قول لها والله يا امي ما انت مسح، سيبيني انا مسح. يا حبيبي انت لسه صغير ما تشغليش بالك يا ماما، انا لازم اعمل لك حاجات والله. فكنت امسح لها وكنت اسمع دعوات منها، الله الله على جمال الدعوات. وانا بقول كل خير ربنا اكرمني بيه سواء في ديني او دنيتي بفضل ربي اولا ثم بفضل دعوه امي. انا بكلم الكلام ده عشان احفز بقى الشباب الحلو اللي قاعد قدامي والبنات اللي قاعدين قدامي، اخدمي امك، قومي اكرميها. عيب قوي قوي ان انت تبقى قاعده وتقولي لامك ناوليني كوبايه ميه، مين اللي يناول مين؟ مين اللي يناول مين؟ قومي انت اكرمي امك وهاتي لها الميه وهاتي لها الاكل واطبخي لها لو تعرفي تطبخي، او على الاقل اقفي ساعديها في المطبخ، نظفي حواليها، قولي لها طب يا امي انت اطبخي وعلميني وانا اللي اغسل لك المواعين، محتاجه حاجه من بره يبقى الولد يقول لها محتاجه ايه يا امي، اكتبي لي يا امي حبيبتي ورق في اللي انت عايزاه واديني الفلوس وانا اروح اشتري لك، انت ما تتعبيش يا امي، انت جزاك الله خير على اللي انت عملتيه، رب ارحمهما كما ربياني صغيره، زي ما تعبت معايا واحنا صغيرين احنا بقى نكرمك بقى. وهكذا مش نسمع بقى عن الحوادث التي يعني تقطع القلب، انك تلاقي واحد خد امه سبحانك يا ربي ورماها مش عارف في الكيلو 26، واللي عمل مش عارف في امه، واللي قتل امه، واللي رمى امه في دار مسنين، واللي رمى ابوه في دار مسنين. لا الكلام ده ما يكونش من المسلمين ابدا بالمره. فاحنا محتاجين نساعد ابائنا وامهاتنا. ولد ما شاء الله، لا ابوه مثلا فاتح سوبر ماركت. انا بديك امثله من واقع الحياه، يعني مش هقعد أتكلم في مثاليات، أنا عايز أدي أمثلة واقعية علشان يتحول المجتمع إلى مجتمع شبيه بمجتمع الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. إحنا محتاجين نعيش المجتمع ده بجد، ما تقوليش بقى أنت بتتكلم في مثاليات وبتقول أحاديث وآيات وخلاص، لا ده أنا بقول لك على أرض الواقع، بقول لك شاب مثلا أبوه رجل كبير في السن ربى 5 6 شباب وبنات أولاده وصرف عليهم وتعب وشقي وخلاص بقى الرجل كبر في السن وظهره انحنى، ولسه ما زال عيني بيكدح في محل بقالة ولا في سوبر ماركت ولا في محل ألبان ولا أي حاجة من حاجات ولاده. فين ولاده؟ ابنك بقى ينزل ويساعدك حتى في أيام الأجازة، مش لازم في أيام الدراسة، في أيام الدراسة ممكن نجيب واحد يساعده في المحل ولا حاجة ويعطيه أجره، في أيام الأجازة ينزل ولاده ارتاح انت يا والدي ربنا يبارك فيك، او اذا كنت عايز تقعد بس من اجل ايه الاشراف فقط، وتعرفنا ده بيتعمل ازاي وده يتباع ازاي وكده مفيش مشكله، انما انت ما تعبش نفسك، احنا بقى ولادك ونشيل الموضوع كله. شيء جميل، دي مواساه بالبدن والخدمه. محتاجين نشوف الاخلاقيات الجميله ديت، ان الولد بيساعد ابوه، البنت بتساعد امها، والولد يساعد امه وابوه، ايه المشكله؟ واخد بالك، بنشوف الاخ بيساعد اخوه، بنشوف الاخت بتساعد اختها، وهكذا. محتاجين مجتمع مثالي بفضل الله سبحانه وتعالى. النوع الثالث الرابع من المواساة، مواساة بالنصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم: الدين النصيحة. الدين ايه؟ الدين النصيحة. طيب حديث جميل جدا رواه البخاري ومسلم عن جرير ابن عبد الله. جرير ابن عبد الله بيقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. شو بقى لما يكون واحد عنده الحس الجميل ده، بيقول أنا رحت للنبي عليه السلام وبايعته. أبايعك على إيه يا رسول الله؟ خد بالك كان النبي كان ينتقي كلمات ونصائح يخص بها بعض الناس، يعني زي إيه مثلا؟ يعني واحد يروح له مثلا يقول له: يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ يقول له: الصلاة على وقتها، ده في الأول. وثم أي؟ يقول له: ثم بر الوالدين. ثم أي؟ يقول له: ثم الجهاد في سبيل الله. يروح له واحد تاني خد بالك يقول له: أي العمل أحب إلى الله؟ يقول له: الجهاد في سبيل الله. ثم أي؟ يقول له: ثم بر الوالدين. ثم أي؟ ثم الصلاة على وقتها. يروح له واحد تالت يقول له: أي العمل أحب إلى الله؟ يقول له: بر الوالدين.
ليه اختلفت الإجابات ديت؟ قال لك كان النبي عليه السلام كان بيعالج مشاكل خاصة بكل واحد. يعني لو واحد جالك مثلا انت كرجل داعية، عشان كده بقول لحضراتكم وما زلت مصرا على هذه الكلمة، احنا محتاجين دعاء فاهمين مش مذاكرين، لان سبب كل بلاء عاشته الأمة الإسلامية ان دعاء حافظين نصوص وبيخبطوا بيها وخلاص. يعني يقول لك حكم الإسلام في كذا، ارزع اخبط. الموضوع مش كده، الموضوع مش كده، وإلا ما كانش النبي عليه السلام يتكلم بهذا التفاوت. واخد بالك؟ والتفاوت ده مقصود. فلان جايله، أي العمل أحب إلى الله؟ يقول له الصلاة على وقتها. ربما يكون السائل دوت، واخد بالك، السائل أو واحد يكون واقف جنب السائل، واخد بالك، شوية بيصلي بس شوية مقصر، فيقوم النبي يقول له أحب العمل بقى الصلاة على وقتها. يوم يجي له واحد تاني يقول له أي العمل أحب إلى الله؟ يكون الرجل ده ما شاء الله بيصلي وبيبر أمه وأبوه، بس في الجهاد ممكن يعني كده تكون إيه، مقصر شوية. يوم يقول له الجهاد في سبيل الله. يجي له واحد ثالث ممكن يكون في الجهاد ما شاء الله 10/10، وفي الصلاة الله أكبر عليه، لكن في بر الوالدين ممكن يكون مقصر في حق أمه وأبوه. فيجي يسأل النبي أي العمل أحب إلى الله؟ يقول له بر الوالدين، ثم أي، ثم كذا، ثم كذا. فهمت الموضوع ماشي إزاي؟ فممكن يجي لك واحد أنت تعلم منه جيدا أنه هو مقصر جدا في حق أمه وأبوه، وممكن يكون بيأذي أمه وأبوه، بس هو في الصلاة وفي العبادة ما شاء الله، قبل ما الأذان يدن يكون في المسجد، في مثلا في الدعوة إلى الله ما شاء الله، في طلب العلم حاضر صف أول قدام المشايخ، في الدعوة إلى الله ما شاء الله عليه، بس بيأذي أمه وأبوه. تخيل. فلما يجي يقول لشيخ من المشايخ انصحني يا شيخنا، فيقول له والله أجمل نصيحة انصحها لك يا ابن ربنا يبارك في عمرك، انت ما شاء الله عليك جميل قوي قوي، لكن اوصيك، خد بالك، مش هيقول له انت عاقب امك وابوك، لان في الوقت ده مش هيسمع له نصيحة، خليك ذكي. يقول له عارف يا ابني، انا سمعت حديث من احجب ما سمعت من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث يا ابني برضو للأمانة العلمية حديث رواه الطبراني في الكبير بإسناد حسن، ان النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. عارف الصرف والعدل اللي هم ايه؟ اللي هم الفريضة والنافلة. يعني عارف حضرتك يا ابني، يعني انا كرجل داعية اهو، ممكن ربنا ما يقبلش مني لا فريضة ولا نافلة ولا طلب علم ولا دعوة الى الله ولا حج ولا عمرة ولا ذكر لله ولا اي حاجة، بسبب ان انا ممكن اكون عاقب ام وابويا. تخيل يا ابني، يوم رامي ايه المسألة على نفسه، عشان ايه الكلام ليكي يا جارة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام بيقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا، يعني لا فريضة ولا نافلة. أول واحد من ثلاثة تخيل مين يا ابني؟ العاق الوالدين. يقوم وصلت الرسالة من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم، ما بال أقوام يقولون كذا وكذا أو يفعلون كذا وكذا، سبحانك يا رب. يقوم هو يفهم، آه الشيخ قصدني، بس هو زوء قوي، زوء قوي ما جرحنيش، وأنا فعلا مقصر في حق أمي. معقولة كل التعب اللي أنا بتعبه ده وسهر الليل وطلب العلم والدعوة إلى الله وبصلي الصلاة الخمسة في المسجد وقيام ليل وقراية قرآن، كل ده يضيع بسبب أن أنا وحش مع أمي؟ لا والله، إن شاء الله من الليلات يكون كويس مع أمي. تلاقي الشاب نفسه مايل للشيخ إيه؟ طب والله يا شيخ أنت جيت على الجرح، أنا فعلا جاف قوي مع أمي وأبويا وبتعامل معهم معاملة مش كويسة، تنصحني بإيه؟ يا سلام يا ابني، والله فيك الخير يا حبيبي، عارف أنت لو ما فيكش الخير ما كنتش قلت لي الكلمة ديت، عارف أنت لو مكابر ما كنتش اعترفت بالكلام ده، والله يا ابني انا فخور بيك. شفت الدعوة؟ انا عايز اعمل لكم سلسلة يا جماعة، والله بصدق يا جماعة، انا مش هعلمكم، استغفر الله، انا احقر واقل من اني اعلمكم فن الدعوة، انتوا اساتذتي، لكن انا عايز اقول نعلم بعض، نعلم بعض، اقول لكم شوية افكار وانتوا تبعتوا لي شوية افكار. انا كنت عملت سلسلة في الكويت لطلبة العلم هناك، عملت لهم سلسلة اسمها فن الدعوة، كانت سلسلة حلوة أو للأسف يعني لم أستطع الحصول على نسخة منها، لكن أتمنى أن أنا أعرف أجيبها وأعرضها لكم، يا إما أعيدها لكم تاني. سلسلة اسمها فن الدعوة، علمت فيها إخواني أو تعلمت فيها أنا وإخواني، خد بالك إزاي أن إحنا يكون عندنا فن في الدعوة. شفت وصلنا رسالة إزاي؟ فالشاب لما يقول لك والله يا شيخنا جيت على الجرح، أنا فعلا ما بعملش أمي كويس، طب تنصحني بإيه؟ قول له والله يا ابني، والله فيك الخير، والله انت لو ما فيكش الخير ما كنتش تبقى وقاف عند الحق. عارف لو واحد غيرك كان ممكن يكابر، عارف لو واحد غيرك كان ممكن يزعل مني ويظن ان انا اقصد ان انا يعني ارمي عليك كلام. فيك الخير يا ابني، ربنا يبارك فيك ويكثر من امثالك. انا نصيحتي بقى
خد هدية لأمك وأبوك للادي وروح بيها. طب معيش فلوس يا شيخنا، طب خد يا ابني معايا، خد مني 50 جنيه. طب بلاش ده كله، يمكن انت ما تقبلش مني الفلوس، اقول لك هدية بسيطة يا ابني، خد وردة وانت مروح، وردة كده بجنيه لوالدك ووردة بجنيه لوالدتك، خد الوردة دي تخش على امك وقول لها حبيبة قلبي يا ننوسة عيني، دلعها، دي امك حبيبتك، فاهم ازاي؟ قول لها والله انا لو بايدي اجيب لك الدنيا واللي فيها، بس ما لقيتش اجمل من الوردة دي اعبر بيها عن حبي ليك يا امي، اديها الوردة وبوس دماغها وبوس ايديها، ونصيحتي لو تقدر بوس رجليها، اقسم لك بالله انا كنت ببوس رجل امي والله العظيم ولا استحي من ذكر ذلك، بوس ايديها وبوس رجليها، صاحبة فضل عليك، ربنا يا رب يبارك في امهات المسلمين يا رب العالمين. شوف بقى، يبقى انت حليت المشكله كلها بفهم، بفهم، خدت بالك؟ ان انت تقدر تعالج المشاكل باسلوب بسيط جدا وجميل جدا ورقيق جدا جدا. زي ما قلت لك، محتاجين داعيه فاهم مش مذاكر، محتاجين الناس اللي يقدروا يحلوا المشاكل. النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر، ده أول لقاء يا جماعة، ده أول مرة الصحابة دول يقاتلوا في سبيل الله، فبص لقاهم قاعدين كده بصين لبعض، فحب إيه يحفزهم، فقال ما فيش أجمل من إني أذكرهم بالجنة، الجنة دي أكبر حافز يخلوهم يخشوا ويبيعوا أنفسهم لله سبحانه وتعالى. قال لهم كما عند مسلم والذي نفسي بيدي، لا يقاتلهم اليوم رجل منكم، أي واحد فيكم، فيقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، اوعى تهرب، إلا أدخله الله الجنة. تخيل فضلوا قاعدين، مش فضلوا قاعدين يعني ما يعني إيه، مش مستوعبين لسه الموضوع، أول مرة يقاتلوا يا جماعة، أي أول مرة يجاهدوا في سبيل الله. فرح النبي بقى، ما فيش بد بقى، لا يعني لازم ايه نحن نوضح لهم مسألة اكتر. قال قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. هقول لكم ايه اوضح من كده، بقول لكم الجنة لو دخلت قاتلتم الان وقتلتم هتخشوا الجنة، مش واخدين بالكم؟ طب انا بقول لكم قوموا الجنة مستنياكم، قوموا الى جنة عرضها السماوات والارض. فهمها مين؟ عمير بن الحمام. راح مكلم نفسه، ده بكلمش النبي صلى الله عليه وسلم، وقف كده بيكلم نفسه بصوت عالي، قال بخن بخن، جنة عرضها السماوات والأرض، يا سلام، كأنه عايز يقول كده. فالنبي قال له ما حملك على قولك بخن بخن يا عمير؟ قال لا شيء يا رسول الله، سوى أني أرجو أن أكون من أهلها. قال له أنت من أهلها، حلت المشكلة، دخل وقاتل فقتل فكان من أهل الجنة بوعد الصادق صلى الله عليه وسلم. يبقى إذن الدين النصيحة، النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وجرير بن عبد الله بيقول بايعت رسول الله عليه على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، خد بالك، والنصح لكل مسلم. طب ليه النبي قال لجرير بن عبد الله بايعني على النصح لكل مسلم؟ خد بالك، ما هو النبي بايع ناس تانية كتير على إيه؟ على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وعلى أن تمنعوني إذا قدمت إليكم مما تمنعون منه أبناءكم وأموالكم وأزوركم، يعني نساءكم، ولكم الجنة. لكن جاء عند جرير بن عبد الله لما عمل معه بايعة، بايعوا على الثلاث حاجات دولت، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، خد بالك، النصح لكل مسلم. عارف ليه؟ لأنه يستشعر، والنبي شوف بقى ذكاء الداعية، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، شوف ذكاء الداعية، أنه لما ينظر إلى عين التلميذ بتاعه يفهم كل تلميذ يتحط في أنهي موقع، الرجل المناسب في المكان المناسب، ذكاء الداعية. أنا عندي مثلا 50 تلميذ مثلا مقربين إلي، أنا عارف كويس قوي الشاب ده ممتاز في علم الحديث، الشاب ده أستاذ في السير والتراجم، ودوت في الرقائق الله أكبر عليه، ودوت في الفقه أستاذ، ودوت في كذا، وده في كذا، وده في كذا، أنا عارف كل واحد فيهم يصلح، مع أن كل واحد فيهم يصلح في كل حاجة، بس كل واحد فيهم نابغة وأستاذ في حاجة معينة، زي ما النبي قال صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، وفي رواية أرأف أمتي بأمتي أبو بكر. يعني أنت عايز تقنعنا إن عثمان بن عفان ما كانش رحيم، عمر بن الخطاب اللي كان بيبكي بجوار البعير المريض ما كانش رحيم، علي بن أبي طالب اللي نام مكان النبي وحب يفديه بروحه ما كانش رحيم، كلهم رحماء، خد بالك، بس بيقول ان رتم الرحمة والرأفة في قلب ابو بكر يزيد شوية عليهم، عشان كده قال هو ارحم ولم ينف الرحمة عن الباقي. واضح يا جماعة المعنى؟
أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في دين الله عمر. الله، طب ده أبو بكر كان بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام ساعة أحداث الردة كان أشد في دين الله من عمر الخطاب. ده أبو بكر يوم موت النبي عليه الصلاة والسلام كان أشد من عمر الخطاب وكان أثبت من عمر الخطاب. هو مقصود النبي مش موقف ولا موقفين، مقصود أن جنرال بالشكل العمومي كده، إن عمر الخطاب في مجمل المواقف بتاعته أشد من أبو بكر. واضح؟ حتى لما جه يطلب منهم عند موتي إن واحد يقوم يصلي بالناس بدل النبي عليه السلام، فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. تقوم أمنا عائشة تقول له يا رسول الله يعني خلي عمر هو اللي يصلي، فإن أبا بكر رجل أسيف كثير البكاء، فإذا صلى بالناس لم يسمع الناس كلامه، لم يسمع الناس القرآن من كثرة أو من شدة بكائه. فقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، يعني اللي أنا طلبته هو اللي يحصل صلى الله عليه وآله وسلم. واضح؟ طب لما يجي النبي عليه الصلاة والسلام يقول هو أشدهم حياء عثمان، هو أبو بكر ما كانش عنده حياء؟ طبعا كان عنده حياء قوي جدا، وعمر كذلك وعلي كذلك وطلحة والزبير وكل الصحابة، لكن عثمان بن عفان كان عنده سنة حياء أشد شوية، عايز يقول ده مميز في الحتة ديت. واضح؟ فكان النبي يضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فلما جه ينصح يبايع جرير بن عبد الله قال له أنا ببايعك على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، لأن جرير بن عبد الله الرجل في قمة البذل والعطاء في أمر النصيحة بما لا يخطر على قلب بشر. وهديك مثال عجيب جدا جدا. جرير بن عبد الله كان محتاج فرس، فبعت الغلام بتاعه قال له خد الفلوس اهي وروح، او بلاش الفلوس، قال له روح بس اشتري لي فرس من واحد بكامل الفرس ده بكذا، خلاص اتفقنا، تعالى هات الفرس اديه لسيدي وخد منه الفلوس، حاضر. يعني بس يروح يشتريه يتفق على الثمن ويجي ياخد الفلوس منين؟ من جرير بن عبد الله. فرح لقى فرس ما شاء الله حاجة جميلة جدا، حاجة على الفراز يعني. بكام الفرس دوت؟ قال له ب500 مثلا، 500 دينار مثلا. قال له لا 300، لا 200، لا مش عارف ايه، لحد ما فضل يفطس في سعر الفرس لحد ما وصله ل200 دينار. من 500 دينار او 600 دينار ل200 دينار مبلغ كبير، بس ايه، بس هو حس ان التجارة شطارة، فقال لك يعني واضح ان الراجل اللي باع الفرس كان محتاج للفلوس دي بأي طريقة، فاضطر زي ما بيحصل لناس كتيرة جدا. يعني على رأي الشيخ كشك الله يرحمه رحمة واسعة يقول لك في ناس عندها فن في استغلال البشر بأسوأ الطرق. يجي لك واحد يقول لك أنا عايز أبيع السرير والدولاب بتوعي بكام السرير والدولاب، هو الراجل شاريهم مثلا بألف جنيه الاثنين، فتلاقي التاني يقول له طب خلاص ما فيش مشكلة أخذهم منك ب100 جنيه. يقول لي يا راجل ده أنا شاريهم ب1000 جنيه ما قعدوش عندي أسبوع. قال له ما أنت عارف دي حاجة مستعملة بقى، وأنا طب والله العظيم دي البيعة دي واقفة عليا بخسارة، بس أنا هشتريها عشان خاطرك أنت. الرجل عيني من شدة احتياجه هيبيعه له ب100 جنيه، خد بالك. قال لك دي مش مروءة، ده حرام عليه. إنما أنا لما أكون عارف إن واحد بيبيع، هو اللي بيبيع على رأي الشيخ كشك الله يرحمه، يقول لك هو اللي بيبيع السرير والدولاب ده بيبيعهم ليه؟ بيبيعهم يعني غاوي مثلا يعني ينام على البلاط؟ لا، ده راجل وصل لمرحلة انه تعذر مش لاقي يأكل ولاده لدرجة انه هيبيع السرير والدولاب. فقال لك ده انت لو عندك مروءة ده انت تقول له انت عايز تبيع السرير والدولاب ليه؟ يقول لك والله محتاج اكل لولادي بس انا عندي عفة ما اقدرش اطلب من الناس. يقول له خلي سريرك ودولابك. محتاج كام؟ محتاج 200 جنيه 300 جنيه 1000 جنيه خد يا حبيب قلبي، خدهم واعتبرهم دين عليك، وقت ما ربنا ييسرهم ادفعهم، ما تيسرش يا سيدي اعتبرهم من زكاة مالي. هكذا أصحاب المروءة. سيدنا أبو طلحة في يوم من الأيام يسلف واحد 300,000 درهم. معاد أداء الأمانة إمتى؟ قال له معاد أداء الأمانة يوم مثلا واحد رمضان مثلا. جه يوم واحد رمضان لقى جايبهم له الفجرية. طب ما جيبهم الظهر ولا العصر ولا المغرب، لا جايبهم الفجر. فقال له سبحان الله ما هذا؟ قال هذا موعد أداء الأمانة. طب ما انتظرتش ليل بالليل ولا العصر ولا؟ قال لا لا لا، ما دام طلع فجر اليوم اللي اتفقت معاك عليه لازم اجيب لك الامانه، وهذا عهد بيني وبين ربي. قال له سبحان الله اكثر الله من امثالك،
خذ كل المال هدية لك على مروءتك. شوف شوف القلوب الحلوة الجميلة، الله أكبر، حاجة حاجة تفرح يعني. فجرير بن عبد الله بعت الشاب بتاعه يجيب له الفرس، فرس يساوي 500-600 دينار، فضل يعني ينزل في السعر لحد ما وصل ل 200. قال له تعالى السيد عشان يديله ايه، اجيب لك الفلوس. قال له طيب. جاب الفرس وراح لجرير بن عبد الله، قال له فرس جميل، بكم اشتريته يا غلام؟ فقال له ب 200 دينار. قال له 200 دينار؟ فراح باص صاحب الفرس قال له وهل وافقت؟ قال له وافقت. قال له ورضيت؟ قال له رضيت، يعني عايز اقول له امري الى الله، انا محتاج الفلوس. قال له ولكننا لا نرضى لك بذلك، فلقد بايعت رسول الله على النصح لكل مسلم. تبيع الفرس ده ب 300؟ قال له 300؟ ده انا ظننت ان انت هتنزله من 200 ل 150 كمان. قال له لا طبعا، الفرس بتاعك يستاهل 300 دينار. فقال له موافق. قال له موافق على 300؟ قال له موافق. قال له راضي؟ قال له راضي. قال له ولكن لا نرضى لك بذلك، الفرس يساوي 400 دينار. قال له موافق، ده كتير جدا ربنا يكرمك. قال له 500 دينار. والله يا اخوه قصه اغرب من خيال، وقصه حقيقيه. قال له 500 دينار. قال له يعني يا جرير كفايه، الحمد لله انا راضي. قال له والله لا ارضى لك الا ب 800 دينار. قال له ده كتير عليه. قال له مش كتير، انا افهم في الفرس، والفرس ده ما يقلش عن 800 دينار. انت كنت عارضه بكام؟ قال له ب 600. قال له هو يساوي 800. وراح مديله ال 800 دينار، والراجل ماشي يضرب كف على كف مش مصدق ان في ناس بالاخلاق ديت. قال له لماذا صنعت هذا؟ قال له لاني عاهدت وبايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على النصح لكل مسلم. الله اكبر. يا ريت يا ناس نشوف الاخلاق العمليه ديت بيننا وبين بعض. يا ريت لما واحد يكون راح يشتري عربيه واحد، او راح يشتري شقه واحد، او راح يشتري اي حاجه من اي حد، يا ريت ما يفطصش الحاجه الارض. تلاقي الواحد رايح يبيع الواحد حاجه، يوم ما هو يبيعها يقول له لا ده انت تعرفش بقى ده المميزات، ده تعال احكي لك بقى، ده العربيه دي بتطير في الهواء، دي مش عارف بتعمل ايه، فاهم ازاي؟ ده العربيه دي فيها وفيها وفيها، ويقعد يحكي له ويقول له كلام كله كذب في كذب، علشان يزين له في النهايه ان العربيه دي مثلا تسوى 50,000 جنيه. نفس العربيه لو عايز يشتريها من نفس الشخص يقول له 20,000 جنيه. ليه؟ خلينا عندنا مروءه مع بعض، خلينا نحب الخير لبعض، خلينا نكون صادقين مع بعض عشان ربنا يبارك لنا. صدقوني والله في ناس كتيره شاطره، وفي ناس كتيره صاحيه ومصحصحه كده، ويقول لك ده انا في البيع والشراء عفريت. اقول له فعلا انت عفريت، فاهم ازاي؟ بس العفريت ده مش هينفعه حاجه بقى يوم القيامه. يوم القيامه مش هينفعك العفرطه اللي انت بتعملها دي، مش هينفعك الا ان انت تكون انسان صادق وامين وعندك مروءه وانصاف عشان ربنا يكرمك ان شاء الله. اخر نوع من المواساه، وهنكمل بقى بكره ان شاء الله اخر حاجه، اخر حلقه من المواساه. والحقيقه انا مش عايز موضوع المواساه ده ينتهي ابدا بفضل الله، والله موضوع خطير جدا وجميل جدا، وبنحاول نرجع من خلاله شويه اخلاقيات كده جميله جدا جدا. ربنا ياجرنا وياجركم ويبارك فيكم. المواساه بالدعاء والاستغفار، ولا اقول لك هو انا فاضل لي دقيقتين بالظبط، الدقيقتين دولت عايز اقول فيهم كلمه صغيره خالص. بالامس مات اخ حبيب لي، صديق عمر، ويمكن انا كنت مقصر في 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 زيارته الحقيقه لانشغالي بالدعوه الى غير ذلك. لكن هذا الشاب اسمه امير الطهري. امير الطهري، وانا اقول لكم الموضوع في دقيقه ونص بسرعه كده حتى لو نطلع على حضراتكم. امير الطهري كان ليه اخ اسمه ايهاب الطهري، الاثنين توأم، الاثنين اصيبوا بفشل كلوي من سنوات طويله جدا، كانوا مثال للصبر، حتى اني كنت بسميهم احفاد سيدنا ايوب عليه السلام. قمة في الصبر وقمة في الرضا، شيء عجيب جدا تشوفهم كلمة الحمد لله على لسانهم على طول. والله يا جماعة كلمة الحمد لله على لسانهم، لا يفطر لسانهم عن كلمة الحمد لله. تشوفهم وقد يعني جسمهم بقى هزيل من شدة الألم ومن شدة المرض وفشل كلوي، وإيهاب الطهري في آخر أيامه يصاب بمرض السرطان، ورغم ذلك تقابله الحمد لله الحمد لله، راضي عن الله رضا غريب جدا. مات إيهاب من حوالي سنة وشوية،
وظل أمير بعديه. وطبعا أمير لما مات إيهاب فرق معاه كتير جدا، لأنه كان هو توأمه اللي كان بيونسه، وبيروح مع بعض المنصورة مستشفى الدكتور غنيم عشان يغسلوا الكلية وكده، وكان هو اللي على طول معاه على طول يعني النص الثاني بتاعه. فلما مات تأثر جدا، المرض اشتد عليه لحد ما مات أمس. سبحانك يا ربي، حسن خاتمة من أربع حاجات في عجالة سريعة. رقم واحد، مات يوم الجمعة، واللي يموت يوم الجمعة بنص الحديث ينجو من عذاب القبر. رقم اثنين، مات بعد ما فطر من يوم هو كان صايم فيه، ومن ختم له بالصيام دخل الجنة. رقم ثلاثة، مات في شهر رمضان، شهر جميل وكريم ومبارك. ورقم أربعة، انه مات وهو مبطون، مصيب بمرض في البطن، واخد بالك، ومات وهو مبطون، والمبطون ان شاء الله نحسبه شهيد. أربع خواتم. وقبل ما يموت أخوه يخش عليه يقول له راضي يا أمير؟ يقول له راضي والله، والله العظيم أنا راضي، والله وبقابل ربنا وأنا راضي، سبحانك يا رب. ويموت الموتة الجميلة ديت. أسأل الله أن ربنا يرحم أمير الطهري وإيهاب الطهري، ويرحم أمهم الست الفاضلة، ست الطيبة، ست الأصيلة اللي عاشت وبذلت كتير جدا عشان خاطر ولادها. يعني بعزي نفسي وبعزي أسرة أخي وحبيبي أمير الطهري في موت أمير. وأنا النهاردة كنت يعني بصلى عليه في مسجد الحصري، وكان قلبي بيتقطع ألما على أمير وعلى أهاب اللي كانوا عشرة عمر. ربنا يا رب يرحمهم رحمة واسعة. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. حبيب قلبي، ادعوا الأمير وادعوا الأهاب وادعوا لكل المسلمين، ادعوا لشهداء المسلمين اللي انضربوا من اليهود، وما تنسوش إخوانكم في الصومال، وما تنسوش الفقراء، ما تنسوش اليتامى. ربنا يجمعنا وإياكم على الخير. بكرة نلتقي إن شاء الله مع مواقف إيمانية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واقف الإيمان لأن